السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله يكون معادنا مع مراجعة جديدة من سلسلة مراجعات الكربولا وجهاز جديد وهو موريتا تراي اوتو زد اكس 2، واحد من اعظم انجازات الشركة العملاقة موريتا اللي ليها تاريخ طويل في البحث العلمي وتطوير ادوات ومستلزمات علاج الجذور. ولكن قبل ما نبدأ المراجعة بتاعتنا، ياريت لو كنت لسه مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد. الجهاز اللي معنا النهاردة من سلسلة اجهزة الاندو موتور بيلت ان ايبكس لوكيتور 2 في 1، ويعتبر الجهاز الرائد في اجهزه الدول فانكشن. يمكن هم اول ناس اصلا بداوا موضوع الدول فانكشن، واول ناس دمجوا الايبكس لوكيتور والاندو موتور في جهاز واحد في جهاز موريتا زد اكس 2. وحاليا النسخه اللي معانا النسخه البورتابل اللي هي تراي اوتو، واللي فيها اوبشنز كتير وفيها خصائص كتير هنتكلم عنها مش موجوده في اي جهاز تاني في العالم. الجهاز اللي معانا بيجي معاه قاعده للشحن لطيفه جدا وشكلها جميل جدا. القاعدة بيتوصل فيها ادابتور من الجزء السفلي في القاعدة، والادابتور بيجي معاه وشوش مختلفة لنوع التوصيلات الكهربائية في المكان اللي انت موجود فيه، لان الجهاز بينزل بيونيفرسال كيت او بتنزل فيه العالم كله بنفس المحتويات بدون اي اختلاف في جودة اي شيء او اختلاف في محتويات العلبة. فبالتالي التوصيلات دي موجودة على حسب الدولة اللي انت عايش فيها او المكان اللي انت عايش فيه، تقدر تشحن الجهاز بسهولة جدا. بما ان الجهاز اللي معانا النهاردة جهاز 2 في 1، فبيجي معاه واير للابكس لوكيتور والدول فانكشن، واللي جرب اجهزة موريتا قبل كده هيعرف يعني ايه كواليتي لواير ابكس لوكيتور في شركة موريتا. يمكن ما تلاقيش الكواليتي دي ولا تلاقي كواليتي التوصيلات اللي بتيجي مع الجهاز في اي شركة تانية. بيجي معاه واحد فايل كليب وبيجي معاه 3 ليب هوك، وكواليتي الفايل كليبس والليب هوكس مع موريتا شيء مختلف تماما عن اي اكسسوري شفتها في حياتي. دايما بقول لاي حد بيشتري جهاز 2 في 1 او بيشتري جهاز ايبكس لوكيتور منفصل، ان الاكسسوريز بتاعت الجهاز مهمة جدا زي ما مهم الكواليتي بتاع الجهاز نفسه. فمش معقول يكون معايا جهاز قراءته دقيقة وتكون التوصيلات رديئة او بتبوظ بتتلف بسرعة، فيبقى الجهاز كأنه معزول عن العالم بتاع الاندو بتاعي، مفيش اي قراءات صحيحة بتوصله، مفيش تيار كهربي بيوصله بالقدر الكافي علشان يدي او تبط وياخد ريدنجز صحيحة. فالاكسسوريز من الحاجات المهمة جدا اللي بركز عليها في اي جهاز بشوفه. لو جينا للكونترا انجل، فشركة موريتا اول شركة صنعت الريزن كونترا انجل، هم اصحاب الفكرة في الريزن كونترا انجل، ودي مادة عازلة للتيار الكهربي. فبالتالي لما بتكون شغال بالجهاز دول فانكشن، لو الجهاز لامس اي شيء من الوسط الخارجي ما بياخدش قراءات منه او القراءات ما بتتأثرش، والانالوج او الجزء اللي بينقل القراءات من الفايل الروتري موجود بيلت ان داخل الهيد بتاعة الكونترا انجل. لو بصينا في ظهر الكونترا انجل هنلاقي عندنا الجزء المسؤول عن توصيل التيار من الكونترا انجل للموتور او توصيل القراءات بتاعة الفايل الروتري اثناء الشغل، وهنلاقي فيه كمان نوتش قصاده اليمة التانية. لما نيجي نبص على الموتور هنلاقي مكان مخصص لدخول التوصيلة الخاصة بالكونترا انجل موجود هنا، ولو حطينا الاثنين قصاد بعض بالشكل ده وضغطنا ضغطة بسيطة تركب الكونترا انجل. فدايما خد بالك عشان ما يتلفش الجزء اللي بيوصل القراءات من الكونترا انجل او تعمل فيه مشكله. لو جينا لجسم الموتور نفسه هنلاقي ان الموتور وزنه خفيف جدا، فمش معقول كل التكنولوجي الرهيبه اللي هنتكلم عنها في الجهاز دوت ويكون بالوزن ده. وهنتكلم كمان شويه عن ايه المميز وايه المختلف في جهاز زي موريتا تراي اوتو عن اي جهاز تاني ممكن تمسكه. الماتيريال اللي بتصنع منها الجهاز فوق الممتازه، والجهاز نفسه شيك جدا وشكله في العياده انيق جدا. يعني لما تشوف شكل الجهاز في القاعده بتاعته شكله فعلا حاجه قيمه جدا، شكله حاجه بريميوم. ولو دخلنا في الخصائص والحاجات اللي موجوده جوه الجهاز هنعرف ان فعلا الجهاز ده بريميوم جدا، مش مجرد شكله بس. اول حاجه بنعملها بنضغط على زرار التشغيل عشان الجهاز يشتغل معايا. ولو دخلنا على اعدادات الجهاز هوريكم كمان شويه، نقدر نختار ان هو يفتح كل مره على بروجرام 1 اللي هو بروجرام الايبكس لوكيتور منفصل، او يفتح على اخر بروجرام كنت شغال عليه قبل ما تقفل الجهاز. ولما تخلص شغل من الجهاز كل اللي عليك ان انت تضغط اس وبعدين زرار الباور عشان الجهاز يطفي. الجهاز فيه 8 بروجرام وبيجي باعدادات مسبقه. لو قريت اليوزر مانوال الاعدادات دي جاهزه ل 90% من الشغل اللي هتقابله في عيادتك كل يوم، فبالتالي انت مش محتاج ان انت تحط الاعدادات
الخاصه بيك لو انت قريت اليوزر مانوال وحاولت تتبع الاعدادات والارشادات اللي موجوده فيه. وطبعا بعد ما تكتسب الخبره الكافيه تقدر تعدل في اي بروجرام، كل البروجرامز مفتوحه ان انت تعدل فيها بدون اي مشاكل. كل بروجرام هنا كلر كودد بلون مختلف، يعني بروجرام 1 ابيض، بروجرام 2 اخضر، بروجرام 3 ابيض، بروجرام 4 اصفر، بروجرام 5 اخضر. فتلاقي ان انت كل ما تنتقل لبروجرام بعد بروجرام الكالر كود او اللون بيختلف، علشان تاخد بالك ان انت انتقلت من بروجرام لبروجرام تاني. واخر بروجرام خالص اللي هو بيشتغل على الريفرس، او ما بتجيبه بيديك صفارتين او بيدنه يصفر لك صفارتين علشان ينبهك ان ده البروجرام اللي شغال كاونتر كلوكوايز او ريفرس موشن، وان ده مش بروجرام بيعمل كاتنج في الكانالز. البروجرام ده استخداماته مقصورة على انك تعمل فينيشنج للوولز بتاعت الكنال، تعمل اكتيفيشن للإريجيشن بفايل بتاع اكتيفيشن، تعمل ديليفري لانترا كنال ميديكامنت زي الكالسيوم هيدروكسيد بيست عن طريق اي فايل روتري صغير او عن طريق النيولو سبايرال لو موجود عندك. فاذا البروجرام ده استخداماته قليله، وطبعا هو بينبهك ان انت مش ده البروجرام اللي بيعمل كاتنج مع الفايلز. نرجع تاني للام 1، هنلاقي عندنا بروجرام الايبكس لوكيتور. وما دام قلنا في ايبكس لوكيتور يبقى في خطوه ترابل شوتنج اللي بعملها في اول استخدام لاي جهاز، بتشيك على الباتري بتاعتي مشحونه ولا لا، ونوصله في الجهاز من الظهر هنا كده. نجيب الفايل كليب ونوصله في السوكت اللي هو الجري، ونجيب الليب هوك ونوصله في السوكت الابيض. بعد كده بنقوم بتوصيل الفايل كليب والليب هوك على بعض، هنلاقي ان المونيتور بتاعت الجهاز نورت باللون الاحمر، وان الخمس شرط الموجودين في الابيكال اريا منورين وثابتين مع صفاره طويله ثابته. لو في اي حاجه غير المنظر ده يبقى انا عندي مشكله في التوصيلات بتاعتي، وهنعمل خطوه ترابل شوتنج كامله زي ما شرحناها اكتر من مره. بعد ما اخلص التشيك على الابيكس لوكيتور منفصل، لازم اعمل تشيك على الدوال فانكشن بتاعي، لازم اتشيك ان الدوال فانكشن شغال كويس. فهركب الروتري فايل بتاعي في المكان بتاعه، والفايل اللي معانا النهارده هو فايل اورديكا بليكس في، واجيب اي بروجرام من اللي شغال كاتنج موشن. يعني لو جبنا بروجرام 2 هنا دلوقتي، وصلت الفايل بتاعي والليب هوك وشغلت الفايل على كلوك وايز موشن، مجرد ما لامس الفايل مع الهوك يبدا يعمل ريفرس موشن. طول ما الدايره مغلقه بيعمل ريفرس موشن، ما بيحاولش انه يتقدم خالص جوه القناه. ده معناه ان الدايره مغلقه وان الجهاز ريدي انه يشتغل دوال فانكشن، مفيش عندي اي مشاكل. والجهاز هنا منفرد في ثلاث انواع حركات من الابيكال موشن. الاولى اللي هي الريفرس زي ما انا شايف كده، اول ما يلامسوا بعض يبدا يلف على طول في اتجاه في عكس اتجاه عقارب الساعه. النوع الثاني من الحركات هو انه يعمل ستوب، مجرد ما يلامس الابيكال زون يقف خالص ما يتحركش، ويديك صفاره طويله مستمره. النوع الثالث من الابيكال موشنز هو الاوبتيمم ابيكال ستوب او الاو اي اس، ان مجرد ما تلامس الفايل او مجرد ما الفايل يوصل للابيكال زون اللي انا قايل يقف عندها، يروح عامل لفه في عكس اتجاه عقارب الساعه، يعمل ريليز للفايل وبعدين يقف. فلما تيجي تشد الفايل ما يكونش لوجد. بص معايا كده، مجرد ما يلامس الابيكال زون يروح عامل لفه في عكس اتجاه عقارب الساعه وبعدين يقف. نيجي بقى للموتور نفسه والخصائص اللي في الموتور. جسم الموتور متناسق جدا او متوازن جدا، يعني ما تحسش ابدا وانت ماسك الموتور ان في فورس بزياده على اتجاه على حساب الاتجاه الثاني زي ما بيحصل مع المواتير من الفئات الاقل. الجهاز موزون جدا، ما بيعملش اي فورس على الواير بتاعك خارجه عن حركه ايدك انت، والمسكه بتاعته مريحه جدا، يعني الجريب بتاعه فعلا مميز جدا، مش هتحس ان كل حاجه معموله بالميزان بالطريقه دي. لو جبنا اي بروجرام وضغطنا اس ضغطه مطوله، هيفتح لي الاوبشنز بتاعت البروجرام ده، هلاقي عندي خمس انواع من المود اوف اكشن او الاوبريشن مود. اول حاجه السي دبليو او الكلوك وايز، تاني حاجه الاو تي ار او الاوبتيمم تورك ريفرس، تالت حاجه الاو جي بي او الاوبتيمم جلايد باس، والاي ام ار وده الابكس لوكيتور مود،
والاخير اللي هو السي سي دبليو او كاونتر كلوك وايز موشن، وده الريفرس او الحركه في عكس اتجاه عقارب الساعه. فلو جينا لمثلا الكلوك وايز موشن، هي الحركه الدائريه الطبيعيه اللي بشوفها في اي اند موتور، ولما بيحصل تورك تريجر او لما بيحصل ان التورك بيعلى عن التورك اللي انا محدده وليكن هنا 3 نيوتن بير سنتيمتر، بيبدا يعمل اوتوماتيك ريفرس زي اي موتور. ولما بتكون موصل الواير والهوك على خد العيان بيعمل ابيكال ريفرس عند النقطه اللي انت محددها على الفلاش بار. الموديل اللي بعده هو الاوبتيمم جلايد باس او الاو جي بي اللي هنلاقيه على المود رقم 3. الاو جي بي هو مود اخترعته شركة موريتا علشان تسهل عملية الجلايد باس كرييشن. احنا اول حاجة بنعملها لما بندخل في اي قناة بنحقق البرنسبل اوف بيتنسي، بتأكد ان القناة بتاعتي بيتنت from the orifice to the apex. بعد كده ببدأ اعمل جلايد باس او ببدأ امهد الطريق ده للفايلات الروتري. كنا قلنا قبل كده ان انا ممكن استخدم الجلايد باس فايلز يا اما على روتيشن مود يا اما على ريسيبروكيشن مود. مع الاو جي بي الموضوع اشبه بميكس ما بين نوعين او حركتين من الريسيبروكيشن، بيسهل جدا الجلايد باس وبيخليه سريع جدا ونسبه الايرورز فيه تكاد تكون معدومه. بيعمل ميكس ما بين البالانسد فورس موشن وما بين الريسيبروكيشن، فتلاقيه بيلف بزاويتين مختلفتين وبتلاتة مودز. اول نوع من الحركات هو الاو جي بي 90، بيعمل فورورد موشن 90 درجة وبعدين ريفرس موشن 90 درجة، دي هنسميها الحركة رقم A. وبعدين يعمل الحركة رقم B اللي هو 90 فورورد وبعدين 120 ريفرس، ويدانه شغال على كده سويتش ما بين الاي والبي 90 90 وبعدين 90 120. والاو جي بي في ثلاث زوايا مختلفه، في او جي بي 90 واو جي بي 180 واو جي بي 240، وانا شخصيا بميل اكتر للاو جي بي 90 لان الاسترس اللي بيتعمل على الفايل بيكون اقل، يمكن هو بياخد وقت اطول شويه بس البريبريشن او جلايد باس بيكون سيف اكتر وبيكون اسرع. يمكن انا كنت شغال بالجهاز من يومين حاله فيريكال سفايد فيري نارو كانال، مجرد ما حققت البيتنسي بفايل 10 بدات استخدم الجلايد باس فايل اللي هو ال 15 تيبر 3 بتاع شركه اوروديكا بليكس في مع بروجرام او جي بي 90 وعملت جلايد باس في ثواني معدوده. يمكن لو انا حاولت اشتغل الكنال دي مانوالي كان الموضوع يكون اصعب كتير. النوع اللي معانا بعد كده من انواع الحركه هو الاو تي ار، كنا اتكلمنا عنه قبل كده وهو عبارة عن ميكس ما بين الكونتينيوس روتيشن والريسيبروكيشن. هو البروجرام شغال كونتينيوس روتيشن ومجرد ما تقابله ممانعة ياخد زاوية ريفرس، يعمل ريليز للفايل، يعمل ريليز لشوية من الديبري اللي على الفايل ويفكه من اللوك اللي حصل، وبعدين يرجع تاني يتحرك فورورد. طب لو لقى نفس الممانعة موجودة يستمر بحركة ريسيبروكيشن بزوايا اما 90 180 او 120 240 لحد ما يتخلص من الممانعه اللي على الفايل وبعدين يرجع تاني لكونتينوس روتيشن. يبقى اذا على حسب الممانعه اللي موجوده ممكن يكمل ريسيبروكيشن لفتره لعده ثواني، ممكن مجرد ما يعمل ريليز مره واحده ويرجع يكمل كونتينوس روتيشن تكون الممانعه دي انتهت فالفايل يكمل كونتينوس روتيشن على طول. البروجرام بتاع الاو تي ار الابحاث اتكلمت عنه قالت انه قلل نسبه انكسار الفايلات بصورة كبيرة جدا. بعض الابحاث اتكلموا عن السايكليك فاتيج بتاع الفايل وقالوا ان الفايلات اللي بتشتغل على الـ OTR مود بتاخد وقت طويل جدا مقارنة بالفايلات اللي بتشتغل على كلوك وايز مود علشان يحصل لها فاتيج ويحصل لها فراكتشر او يحصل لها سبريشن داخل الكنال. فبالتالي البروجرام ده زود العمر بتاع الفايلات بتاعتك، قلل نسبة الاخطاء وسهل عملية البريبريشن، خلى التحضير جوه القناة اسرع بصورة ملحوظة جدا. لو الجهاز مقفول وضغطت اس مع زرار الباور هيفتح لي اعدادات الجهاز. اول حاجه فيها اللي هي اوتو باور اوف، بقدر اختار انا عايز الجهاز يقفل بعد كام دقيقه من عدم الاستخدام علشان يوفر الباتري بتاعته. تاني حاجه هلاقي عندي الاوتوماتيك ستاند باي، بعد كام ثانيه الجهاز يبدا يعمل ستاند باي عشان برضو يوفر الاستهلاك بتاع البطاريه. بعد كده هلاقي الدوميننت هاند، انا اقدر اختار ليفت او رايت. فانا ليفت هاندد اوبريتور، ممكن امسك الجهاز بالصوره دي فيكون الرؤيه بالنسبه لي مريحه. وكمان معايا الكونترا انجل بتلف حوالين المحور بتاعها 320 درجه
فده بيخليني اقدر اشوف المونيتور من اي وضعية. بعد كده هلاقي عندي الستارت اب ميموري، اقدر اختار لما الجهاز يكون مقفول وافتحه يبدأ على انهي بروجرام، هل على M1 ولا على الحاجة اللي انا سبته عليها اخر مرة اللي هو previous. فانت بتقدر تختار ما بينهم. دي كانت مراجعتنا النهاردة على جهاز موريتا تراي اوتو. اتمنى تكون المراجعة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لها شير على وسائل التواصل الاجتماعي عندكم، لان ده بيشكل دعم كبير للقناة عندنا. وكمان ما تنسوش تسيبوا لنا في التعليقات رأيكم في الحلقة، واي مقترحات عندكم او اي اجهزة حابين ان احنا نشرحها. نشوفكم على خير، دمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.